نشأت هذا اليوم قناة الفيحاء لبت دعوتكم أنت والسيد نشأت. أريد قبل ما أبدأ حديثي وياك أريد أخذ ذكرياتك بالعراق، وأنت من سكان مدينة كركوك. يعني سكنت بكركوك وصاروا الولد كلهم يمي، وقعدت ويا الأكراد والتركمان وقعدت مرتاحة، وشوية أخذت من لهجتهم، حكيت كردي وياهم أزامم، والماما يصيحوا الهدايا، وأنا تعلمت لغة كردية هم شوية وارتاحيت لهم بين الأكراد بين التركمان ارتاحيت. وأنا صرت يعني بس أنا ساكنة بكركوك، قليل من العراقيين وياي. أول وحدة أنا سكنت بكركوك من الموصل، بالموصل سكنت، والنوبة صار عندي وثلاث أطفال بالموصل، والباقيين ما شاء الله هذول بكركوك. تزوجت بالموصل، زوجي متزوج وعنده زوجته، مرته ما عندها أطفال، أنا تزوجني عمود الأطفال 14 سنة ما جايها طفل، وأنا تزوجته عمره 18، هي أنا صرت حامل هي صارت حامل، أنا جبت نذير هي جابت بنية، هي استمرت تجيب وأنا استمرت تجيب. نشأت أريد أسأل السؤال جدا مهم جدا، إذا نرجع إلى ذكرياتك بالعراق أكيد كلها كانت فيها أفراح وفيها أحزان وفيها، بس دائما أنت تتصلين ويا منو وتخابرين منو بالعراق، ودائما أنت تتذكرين أكثر شيء فتحادث مهم بحياتك. أكو صديقاتي بالمدرسة، أكو عندي صديقات، مرة منهن أنا أقول لك أنا كنت شعري طويل وعيوني وحمرة بيضة وما أعرف شنو، قاعدة بالمدرسة وجدتي مدرستي تاخذ صورتي، شوفي ما حكيتها إلا هسه، طلعن الطالبات كلهن بقيت بس أنا. أنا سويت أدق وأطب وأبكي يمه راح ويكتلوني وأبكي، تروح تجي علي المدرسة ليش تبكين؟ أقولها شو تسوون فيها؟ تبدون كتلون أريد أمي. رأيت هذا مصلخته، هذا مصلخته قام مشققتي، قلت لي لا أريد ناخذ صورتك، قلت لهم شو تسوون بصورتي؟ يوم صغيرة كنت هاي أتذكرت بالمدرسة. هاي من الذكريات الجميلة اللي ما تنسيها. اي اذكر هاي تالي طلعت جيت لامي ابكي، شافت هذا مصلخ هذا مصلخ جمش شبيك، قلت لها معلمه معلمه سدت علي الباب ما ادري شو تسوي بي، والبنات كلهم طلعن وانا بقيت، قالت يما سوت لك؟ قلت لها يما امشي لي امشي عليها امشي عليها ما ادري سوت لي، قالت امشي خذتني اكو صديقاتي قالت وين باخذ امك؟ قلت لها باخذها للمعلمه ما ادري سويت فيها المدرسه، قلت لها خالتي اردم تقول صورتها شبيك انت مثل بنتك تقبلتي. حمام حميل لهم وياه، حمام حميل لهم وياك مرسال مرسال، الدمع بفراقهم يا ناس مرسال، سأل متى يعود. ايش تسلمين على اهلك بالعراق؟ منو تتذكرين حتى تسلمين؟ فد وحده بتعمتي هسه بالعراق اسمها معامر صبيحه، اسلم عليها يعني
هذا حكي يوصلها. ام عامر اختي بنت عمتي، انا احبها ومشتاقه لها، بدي بس اشوفها واسال عليها واسال على اخبارها وارد اخذ تليفونها اخابرها، واتمنى بس اشوفك يا اختي يا ام عامر، وان شاء الله ورجلها اسمها سليم وهي صبيحه، واخوانها شلونهم، اخوها اسمه نعيم واخوها اسمه غريب، هم بس هم ببغداد باقيين. كنتي تحلبين البقر وكنتي احكي لي يلا احكي لي. كانوا هيك بقرات، كانت عندي بقره وربيتها واخذ حليبها واسوي ربا واسوي حليب واسوي ونبصار جابت وكبرتها هم مثلها، هم اخلي هذا ابني الصغير هنا وانا قعدت اخته واحلب بالصبة العمارة كركوك العمارة ايه ثلاثة المدرسات بنات الولد يجني المديرة المدرسات خالة ودينا بطل حليب خالة ودينا هذا ودينهم المدرسة قبامي مع البنات والولد بعد شخلي ما خليت شي كله جبته كله جبته عشي كله ويا الشاي ويا الشاي انت دوشقي وغطاي انت زاري العليمي انت المشرك بضيمي انت اخوي وان اختك مداد الذهب بحته كيس فلوس صرفته كله على الشكر والشاي ويا الشاي ويا الشاي انت دوشقي وغطاي انت دوشقي وغطاي وانت زاري العليمي وانت المشرك بضيمي انت المشرك بضيمي وانت اخوي وان اختك ابني بالمهد عفته عيون اركاك ما شفته عيون اركاك ما شفته كيس فلوس صرفته كله على الشكر والشاي ويا الشاي ويا الشاي كله على الشكر والشاي خاله؟ اي كله على الشكر والشاي تحبين الشاي كثير؟ كنا هم عابدين عبادة الشاي هم العراقيين يحبون الشاي يوم جابوا العدة ظلت روحي مرتدة يوم جابوا الاستكان كل عظم رد بكان يوم جابوا القوري ميتة ورفن زروري الله الشاي ويا الشاي ويا الشاي انت دوشقي وقطاي خلاص والله يا طير البرار اللي تغني فرح الدين يا بغنا وخذ وياك الحبيب اجمل كلام وقل ما بعدنا ببيت نشأة وأيضا شفتم ذكريات نشأة الذكريات الجميلة اللي رجعتنا للعراق الكركوك للموصل القلعة صلاح الدين هسه خليني أحكي ويا جنتهم وآخذ أيضا ذكرياتها ومحبتها للعراق وللعراق البصرة ذكرياتي وشبابي وطفولتي وكل الحب هو كل الحب للبصرة يعني هسه دائما من احكي ما اقول اني صحيح صار لي 20 سنة جوازي امريكي بس انا اقول بصراوية وابقى بصراوية وحتى اولادي هسه اقول لهم انه انا يعني تعلمتهم على البصرة وذكريات البصرة البصرة بها ذكريات كل هواية كل صديقات عمري المناطق شذكر من البصرة الكورنيش أيام نوروز عيد نوروز كان من أحلى الأيام بالبصرة.